السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. ألوغ كيف ما كيعرف جميع الطلبة أو الناس اللي مقبلين أنهم يديروا واحد الطلب ديال الدراسة في كندا، أن هذا المجال يعني شهد بزاف ديال التغييرات من عند كندا مؤخرا. من ضمن هذه التغييرات هو انه باش نمشيو للمرحله ديال نقدموا لو بيرمي ديتود او تصريح الدراسه، لازم تكون عندنا شهاده اللي جايه من المقاطعه. دونك مثلا الا كانت الدراسه ديالي كاينه في كيبيك، فكيبيك منين كنحط انا لا دوموند طلب ديال سي ا كيو، سي ا كيو سيرتيفيكا داكسبتاسيون دو كيبيك، في هذاك الطلب هذا كاين اون غرا اون نوار، يعني مكتوب واحد الجمله ان يعني المقاطعه كتسمح ليا، ما كاينش مشكل وداخل في الكوتا ديالها وكتسمح ليا انني ندرس عندها. هذيك الجمله لازم تردوا ليها البال، لازم تكون في سي اكي باش تقدروا انكم تمشيو للمرحله الثالثه اللي هي تقدموا على تصريح الدراسه. دونك انتبهوا على هذه المساله هذه. انا غنخلي لكم هنايا في اخر الفيديو واحد النموذج باش تاخذوا فكره. شكرا، مع السلامه.